أهم العناوين اللي كتبت على النادي الأهلي في الصحف النهاردة. الأهرام، اليوم الأهلي يخوض دمرانه الأخير في رادس استعدادا لمواجهة الترجي غدا في نهائي أفريقيا. كارتيرون يكلف وليد ومحارب وصلاح بمهام خاصة وحيرة بسبب ناصر ماهر وحمودي. الأهرام، الخطيب للاعبيه، الفوز باللقب القاري حلم الجماهير الحمراء، العبوا لتدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. اليوم السابع، الوصايا السبع من الخطيب للفوز باللقب، رئيس الأهلي يعقد جلسة مع اللاعبين ويطالب الجميع بالالتزام داخل وخارج الملعب. الأهرام، رسالة كارتيرون لجماهير الأهلي، لن ندافع ونسينا مباراة الذهاب، سنعوض غياب أزارو وبديل فتحي لاعب دولي. الأخبار، نجوم الأهلي على قلب رجل واحد في جمعة التتويج، كارتيرون يحذر من الترجي ومهام خاصة للحاوي وإعداد نفسي لمروان وصلاح. مجلة الأهلي، إن شاء الله هنكسب، كارتيرون نعدكم بالقتال والعودة بالكاس. الجمهورية، الأميرة السمراء تغازل الأهلي، التسعة في اليوم التاسع. الجمهورية، ممنوع الاقتراب من الفريق في تونس، كارتيرون يشحن والفيديو يحسن. الجمهورية، بعد تأهل الرباعي ريال مدريد والعين وبطلي نيوزيلندا والمكسيك، مونديال الأندية ينادي الأهلي يا رب. مجلة الأهلي، 9 مساء الجمعة، ملعب المجد الأحمر في رادس، وإن شاء الله هنكسب. 3 ساعات، كلمة سر التتويج، الأهلي يتحدى الترجي في نهائي الحلم الأفريقي. المساء، كارتيرون بنبرة ثقة، الأهلي يعود بكأس مواجهة الغد، لا حسابات فنية خاصة، البدلاء جاهزون وشكرا للجماهير. الأخبار المسائي، الأهلي نويها، الفريق يتدرب على الملعب الرئيسي وكارتيرون يستقر على التشكيل. الأهرام المسائي، الأهلي اختفى، كارتيرون يبعد أعين الترجي عن المران وتحذيرات للاعبين من الكلام وحضور التدريب بجواز السفر والجماهير في المدرجات أفريقيا أبطال. الشروق، تغيير وحيد على تشكيل الأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا، محمد يوسف وسكون في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب ولن نعتمد على نتيجة الذهاب، كارتيرون للاعبين، الكرة لا تعترف بالتاريخ، نبيل حبشي، نسعى لتوفير أجواء هادئة للفريق وتأمين كامل للبعثة والجماهير، وأحمد أحمد يحضر مباراة الغد. المصور الرياضي، الأهلي والترجي أشقاء، عرس عربي للأميرة الأفريقية. اليوم السابع، الأهلي يرسم خطة خطف الأميرة الأفريقية من الترجي الليلة، خلاف حول مشاركة صلاح أو مروان محسن ومطالب بتأمين الوسط بثلاث لاعبين والأحمر يتدرب. الوطن، كارتيرون يستقر على 11 مقاتلا لمواجهة الأهلي والترجي غدا، الفريق يختتم تدريباته على ملعب رادس، المدير الفني يجهز هاني ومحسن والخطيب يحفز اللاعبين معنويا. الفجر، كارتيرون يهاجم الترجي في عكر دارو، كوماندوز الأهلي يتحدى جحيم رادس.